فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة ما أحبه الله والتشبه بمن فضل الله والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. لا يقتضي كون العجم أنقص من العرب أن العجمي ييأس من الكمال ومن التقدم فيترك الأسباب النافعة من الإيمان بالله ورسوله وتعلم العلم النافع، فإنه إذا أخذ بهذه الأمور صار من السابقين ومن المقدمين، كما حصل لسادات من الصحابة من العجم كبلال وسلمان الفارسي وغيرهما وعمار بن ياسر وغيرهما من سادات السابقين الأولين، لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح ولم يضرهم أنهم من العجم أو أنهم ليس لهم نسب عربي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به نسبه لمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا إذا قلنا إن العرب أفضل من العجم لا يصيب العجم إحباط من هذه المقالة فيترك الفضائل ويقعد وييأس من الكمال، بل يسعى في الكمال، وإذا حصل أسباب الكمال فإنه يكون كاملا. الكمال النسبي، الكمال النسبي لا الكمال المطلق، فإن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يكون فيه كمال نسبي.